وصفة الصحاء وسماحة الناس مع الإسلام سبب للتوفيق لحسن الخاتمة. قال: مصانع المعروف تقي مصارع السيول، ومن أسباب حسن الخاتمة العافية من البدع، العافية من البدع، فإن ضررها كبير وفسادها خطير، والبدع هي التي تفسد القلوب وتهدم الدين وتنقض الإسلام عروة عروة. قال تعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء من أنعمه الله عليهم مبرؤون من البدع كلها. ومن أسباب حسن الخاتمة الدعاء، الدعاء بذلك للنفس. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وفي الحديث: لا ينجي حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ودعاء المسلم لأخيه المسلم بحسن الخاتمة مستجاب بزهر الغيب. وفي الحديث: ما من مسلم يدعو لأخيه بالغيب إلا قال الملك آمين ولك بمثله. فاسألوا رحمكم الله إلى تحصيل أسباب حسن الخاتمة ليوفقكم الله إلى ذلك. وانذروا أسباب سوء الخاتمة، فإن الخاتمة السيئة هي معصية العظمى والداهية الكبرى والكسر الذي لا ينجب والخسران المبين، والعياذ بالله من ذلك. فقد كان السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة أشد خوف. قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبو الملك: أدركت 30 من الصحابة، أدركت 30 من الصحابة كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال ابن رجب: وكان سفيان الثوري يشتد خوفه وخوفه من ثوابت الخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلم الإيمان عند الموت. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكى الكتاب السابق. وقد قيل: إن القلوب الأبرار معلقة بالخواتم، يقولون بماذا يخدم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وكان مالك ابن دينار رحمه الله يقوم ليله ويقول: يا رب قد علمت ساكن الجنة والنار، يا رب قد علمت ساكن الجنة والنار، ففي أي منزل مالك. وكلام السلام في الخوف من سوء الخاتمة كثير. ومن وقف على أخبار المتحدرين مبتدرين عند الموت وشاهد بعض منهم اشتدت رغبة المسلم في تحصيل أسباب حسن الخاتمة ليكون مع هؤلاء المتوفقين لحسن الخاتمة، فقد شهد بعضهم ويقول: مرحبا بهذا الوجوه التي ليست بوجوه الإنس ولا جان. وشهد من المحتضرين من يلجأ بذكر الله وبلا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وشهد بعضهم يتلون القرآن، وشهد بعض المحتضرين يقسمون مسائل فرائض ويتكلم في مسائل علم. وقال بعضهم:
la tahafu alayya faqad bushirtu faqad bashirtu bil janna sa'a qala ba'd ahli al ilm al khawatim min ras al sawad faqul ibadallah ma al muwaffiqin man salaka sabilahum bushra ma'hum man salaka sabilahum bushra ma'hum ولا تسلكوا سبل الخالقين المفضلين الذين ختم لهم بخاتم سوء والعياذ بالله قال عبد العزيز ابن ربوان خدمت رجلا عند الموت يلقن لا اله الا الله فقال في اخر ما قال هو كافر بها ومات على ذلك قال فسالته عنه فاذا هو مدمن خمر وكل الآخر عند الموت قل لا إله إلا الله فقال عشرتي بأحد عشر وكان يتأمل بالربا وكل الآخر اذكر الله فقال ربا غلام فلان أحب إلي من ربا الله وكان يميل إلى الفاحشة وكل الآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوم وقد تعب أين الطريق إلى حمام المنجب؟ وكان قد خلى جارية تريد حمام منجب فأدخله داره لأنها كانت تشبه ذلك الحمام يريد بها الفاحشة فأما بها وكل الآخر قل لا إله إلا الله فقال سيجاريتي سيجاريتي لأنه قد يشرب الدخان هذا الله من هؤلاء وأسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله كثيرة منها ترك الفرائض من الصلوات وغيرها وارتكاب المحرمات وترك الجمعة والجماعات فإن الذنوب ربما غلبت على الإنسان واستولت على قلبه بحبها فيأتي الموت وهو مصر على معصية فيستولى عليه الشيطان عند الموت وهو في حالة ضعف ودهشة وخيرا فينتق بعلفه وغلب على حاله فيؤتم له بسرور نعوذ بالله من ذلك ومن اسباب سوء الخاتمه البدع التي لم يشرها الرسول فالبدع شؤون وشر على صاحبها وعلى الدين وهي اعظم من الكبائر وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد علي اناس من امتي لقوم أعرفهم فتطردهم الملائكة وتقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فأقول سوكا سوكا لما غير بعدي ومن أسباب سوء الخاتمة ظلم الناس والعدوان عليهم بالدم أو المال والأرض وظلم الناس بالنوع من أنواع الشرك بالله تعالى قال هذا وجل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لا يفلح الظالمون ومن أسباب سوء الخاتمة الزهد في البلد المعروف وعدم النفع للمسلمين والزهد في الدعاء فلم يجلب خير كما قال تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم وقال تعالى أشيحة على الخير أولئك لم يؤمن فأحبط أعمالهم ومن أسباب سوء الخاتمة الركون إلى الدنيا وشهواتها وزهرفها وعدم المبالاة بالآخرة وتقديم محبة الدنيا على محبة الآخرة قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ومن أسباب سوء الخاتمة أمراض القلوب من الكبر والحسد والحقد والغل والوجب واحتقار المسلمين والغدر والخيانة والمكر والخداع والغش وبغض ما يحب الله وحب ما يبغض الله تعالى فقال تعالى ولا تخزني يوم يبعثون
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أسباب سوء الخاتمة عقوق الوالدين وقطيعة الأقران وقطيعة الأرهام. ومن أسباب سوء الخاتمة الوصية الظالمة المخلفة للشرعي. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القوي. أقول قول هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا كومور يا بو مني انا سي باغي ني نوما دي نيا كي رسول الله ني نان داي كي اخوي كارير اونوي اسنا ندو انا ميكي اتا هودا وزوجا اتا نانا ميكا اتا هودا وديبي مني اغو اي كولو دا نوسو مون نيو نيالا ري داي كي ري ني باكا بيا ماني كا بيني بينو او اي ني كا ايبا سيري نون نان ka umurihi onna babane umurihi Allah subhanahu wa ta'ala ogwanwan den ogwanwan ereba siri nunnan ubanye ukorororoda oime ogwanwan ka mabeka oye banete ono banete a bisana ahi ukorodidi oime ogwanwan ono be oyenye rabu inikai wa masogori eta hawo do wa huni na do wa meta do wa huni na nane aika oyodi e anato huwe ono be asuburi woyi sere oni alukumukumu ni sere ka aka nge na meta amuni mono aki eta hemi woyi zobu ama to wa nanu ama be sebu mbu se ko ode ana me kai olo mejiri ili ka eta hawo ozuda ama to wa hemba ama li oni alukumukumu ni nyi ili ka asen na be asen hen na ele na te hen kire suso intudibi e sele acheri ama to wa hemta acheri ele ni ini onete odidi haikai utara anato ehenna ono de seri sabati ana ko onekai ona sheri de haikai eta odidi ona mona ina gugu asosi da mon nyonya rai ni oka wabere moso non ono ni mo ni nya no mo ni ni asna ka amo to ona mi gani duwa he ni oi se bora duwa de goro ni sana he oi oi je hibi at oi ni sino ni mo ni oka oronga ora yoku ora melezo yan ora ya ka o mani de ku mu yan ala subhana wa taala do no ora ji o meten do ora re mi hin ora re ma onai kai pa sa si ku ise yan do je si kana ku le ere e ku do re mani ere e ku do re mani e ge o ni o mani oka o mu hi ala wa de yan o mu hi o pisa de do ba wa mo re a de sana ko no su oka ei na mo mo ni iga na ga kai wa na e ko mo ni na ni eji zo ka ni eji zo ka ni mo ni iga na ga wa na e ko mo ni na ko na wa ni na ni e re nya fa mo me mo ni ka wa sa so mo ni la subhanahu wa ta'ala o sa so na abu ya mo ni lo asma ni o mo ni o na baba ni ma ka e ni hadis na na ka hadis ni kudisi hadis ilahi hadis rabbani oka o mo ni subhanahu wa ta'ala ka dilila de ko mo ni sallallahu alaihi wasallam ka ma ajawo ni oriyan ono wa mebe tumi ni mi ni enya na na ga kai o mi den enya na na ga kai o mi ina na ga na wa si bi tumi ni dok hadis ona ni abu dar o ga hadis ona ni ben
asmanga umulli ala subhanahu wa ta'ala o ma ka yo mutu mulli sallallahu alaihi wasallam okay asore duai asore na ma ala na ga ka so so ni de sere mu ka wo ko mulli na awka o yi mane ma na me enyi edama edami nya na ka o bi mulli ala subhanahu wa ta'ala oka umulli ala subhanahu wa ta'ala wo ze ni ona de de ba me wa ka enenyi ipa ene ebu ro ni ma an en no ma ni ko ya ana da ta o ni to ka ba ko sana e ko ko la yo ya o yi me ni go bi na me kai o ro yo da ene mo ni ata ku ro ni ma ati u ko na ka u ko de ma de mo ni de ni de ko na ta en no ma ni ene be ko ko ni so yi ai ai aya se me ni an ke imani imani wele ina yo ya ni den oye des ke ilo mori ina yo ya o ko ayo so na mori do lo nyo ma yo mori ina yo ya du wa ni yo tura bu no mori ina yo ya du we gbe ni do mori du wa yi he ma do mori ina yo ya du we sire ya zana ga ka o mori yo sire ya do wa ni hera zana ga ka o mori yo ni hera ni a be se ne ne o ko ayo wo bi a be se ne ne be ne ru bi ai kauri o mori na ka o yi sho de ti ni kunya ene o yi so ko o isana he a o yi da du wa se ko do ba ni le ma isana he a bu di de de ati ma ki o mori hi ala subhanahu wa ta'ala o ma shiru ba le de ka o mori yo se ka ni o ku di bi ko ya enyi o no no ana nyu ka ra ka na ko yo a le bi o mori ala subhanahu wa ta'ala o mori o le bi ka o no mo yi ro nya o mo yi la o enyi ona do wa ni le ma ka su mori mo yi ro no o mori ma na se se ka ni o no no de ki no ya ni o mori o no o no mori na e ka o no je bi do re ma yo na o ko na ka e ne o ko ro che mu do ko ni no ya o ki ba na sa se o ko ri ai asi man ka o tu mori sallallahu alaihi wasallam o me je ni ba ni ka o so na he o ko ro ba na le ba o ni so i a de na ka ka o ro mi an ku ma ti le su a ro ya ebe e se ko ka to ra le su Oke sana he ukuru diri ukuru na ka ukuru ni no de ni o duro ama ga si ri udiri ene hono ni ate ku no de ma an ku mo ni ala subhanahu wa ta'ala ni shin ba ne de ene chaka ndan ka ana ana ka ni one ni ene en kata ini musiba o sana ya kai wa so ba one ni do mo ri do je ni ku mo ni en mo ni mi re ni Allah subhanahu wa ta'ala ora shin de ka ora agara ni lesi tesu sana ni kujiru oye di no mori ora agara ni so ni adoku agbe sana ya ka ara ni e so be ni mi do mori ka o ma ni ya agbe ni ni si jare iro ko na ya ka enne mi agbe isa mo e ya la de ni mu ni ma le ma doke sana he ore hi o mo mori ma mo dai wa ni ka enne e sa so mo ni ala subhanahu wa ta'ala de yi wa woni ka enne na wo de te a de sana ka o mori yo menisi ku ne a bu me bende ama de ne de so kata ile yo mi do mo ya so bana wa ta ala do na nyu kata ni ini ku koro yo ida o imi ana ka o wa bi buru buru o na ba se mi ire so ida ini e ku yo de le ma o lo di e ku ire so ama jo do o de te mo ya so bana wa ta ala da me ya no yo kata ni ori yana ka e yo won ka wa mu ni aku wenem ene e ku yere so awon ni ko na de ku le so na ka aje o do tu aku we ka e unju mo di sallallahu alaihi wasallam a ka ka e sana he ku ko ro aro bo ga wi e de te e ta he e o o dan to ka wa na ka o mu ri o me ka o na baba na me ko me jere ele ka o mi ko ro ida ini o de te e ku yere so ni ina e pura sana ka omori no meyo oka odono ara ate e tura re zuka yi oba e leta ni mane be loda den ono omori ara me kai ojinye ene e kuda ase e de da ka ere odine ma nu kukuru di yo ben oko no ora ina na ya kai o ini unodom unodom mori ara ka o badare yi a me ono ni do me ka odete gabri odete divi odete tura re zuka oka ya ko mosere bo ne e mu mi yoro ni wa wa umuri subhanahu wa ta'ala ora ko yi ya da moda e ni ka ya nya so mo di anya da bo
tirasuka iyanyo ya meta unen laika oletai oida ile tetnani dumu ya subhanahu wa ta'ala da kanaki ma yama laika wa dauni yama yomburi asama ngamo to yama yani da su da bizu mu yitu ni aka wezi kukumuri oi makanya dua masuk mereka wa kuwa eleta oboida oka osomo obamba adu mukumi ni da kira na ka ene so tuna ikai ena meta hune ono ni ama na do ene je tetre soida da ko sono de bire na ka ena na ma yomo ni de ya ni yotura o mu ya subhanahu wa ta'ala da ya ngura ino muri ni anti o muri na subhanahu wa ta'ala maka ka yala modai wa ya mere so wa ini oisa so muri ato e jamu be de be mo islam no mu isai ba ane bi ibrahim o mani mei e jan ken ne jamu ga islam den ne jamu ga oisa si o muri subhanahu wa ta'ala ata nabi yaqub ka o muri ala subhanahu wa ta'ala ore ora ni wa adinga no mu ase ni shehadete ase ni su a ke ni ni okumuri o so na maso ka o rusere isama ye edete ola wakola ta'ala umuri ala subhanahu wa ta'ala dole kan ini ibrahim oyi juwe alana yaka umuri o shepere so yi umuri kene wana kaka umuri ya heo ya wana wada ya yi jeide ini akugana yaka ya ame duwa haraka na kuhole yi abidia yi duwa adoye uwe duwa adoye uwe bambuli so yi adokunu kumi o ini adure ni domo yi laka yi juwane ini pila na ka ene e poiti ka kumuri nan ya ka robana kumuri ana wada ya ya yo ba tu ya musana isu ri anyo wa do we do wa do we na kumuri ni ina di sana ka do mo ni abdullah ana bo di am o ka ma o ka on to mo ni sallallahu alaihi wasallam ka ke pata ke jara abai ejan ne bi adam abana mana ini jige wo murhi ala subhanahu wa ta'ala nya ko na mana amba do si me am ka jige kunyan do murhi ala subhanahu wa ta'ala da bara mana kai o de ini magara man don to murhi sallallahu alaihi wasallam ani ba dure wa ka ma ye wo murhi e wana ka e we ji shine ko na ni ala ma san murhi ji shine dai ka wen ji sio ti na so o isa se wo muri ni yon hadis ro ni muslim wo do ren do ka o to na ka o muri o me ka o jere a she de de dai ka ti na so o ida o she de ten o do na na ra so ida o do na bi ni e e ma na ba ni le si sa na ni le so divi o ro ba ku ma e le ba nyam ka ta ala ba e ala ba to ro mo ile so a bi ka e o ro o na me jere o ma she de de o she de ti na so so ni o ida oka awatona yaka awa shere de yaka joli eta han wudu ya ni olona ora ni ni ene hono ne atakuro de ma oki adoku mo kumi ni bana adu bani ini oisere ka ene mo koro yo ida abobe de ne sese de ne shosa shiasere ni isama yaka i adira jere ene ini ka aseni nana ni daki ekuro de ena shere de de daki udi de shere de tora so bea makanya ka ka ne ene pe mo ya o ka asi man ka ene mele yi masuri ini ka ene sio o ejiri ka ene ashe te de ne shete de soira dure ka o kore ne e etinyo a ile ni ko mo ina de e etinyo kuma de ye ro ana bi bi kenwa ene be kai ene mi ni nsu dai kai ya ta ha ni udu yo ya ni o de ma na sha ni dure mo ni do me ka o ni mo tu ona na mo so o koro ira o imi dumuri ya subhanahu wa ta'ala ka bala gitara abu ya laya ka ene nyedo ata laya ka ene mi hijira den ni masuri chuzo murini oka ene wa ene la laya ka ene e yesha ya mu murini ano muri ya subhanahu wa ta'ala ono jeibe ndora ya maadam o korona hako hii ya ila aren daa mukono da huli o esa sisunu mtu murini daa saa se uze iso habi ni adukumo kumi oka alama ora shobe he oi shobe mukorame sunu tu mori sallallahu alaihi wasallam and alama do rete risoi oila oka do me kai alama orete hane ai kai oi dori alama do mori ala subhanahu wa ta'ala da se do kai o nei ni biwa ha tu chena na ga kai en ne me okorete te
mujonoraki kanka onatoma yaka o mukoro ukorena yaka o doda dogu kumuri nini kumuri ka eva nyai urune yo eva nyi oda eva uraine ameri kuma eva uraine kai kuchushana na ala joha oka isana he umuri ya subhanahu wa ta'ala eve joha edona yaka wa do doa mukoro yo umuri eve joha o ini udana yaka orale nejeri don meka eleta eta ha oloda ba wika e oroni aruguru duwa mere agumuri o ka wuza na he aruguru o lele mere agumuri ideva ana se do koro ida mu iyo won o ini ozi ana meka oga gete orata e tina so ere soida ina ni iya la hiya oni papa o meka e al muhafizat ala salawat al jamaa wezika oleta ona bi ovi oleta ida wa shede tabu metai ne hama ne ni soi o ida wana temu ni jama duwe seri sali jama abuka o ni hadis on tumu ni sallallahu alaihi wasallam ora tura na ga ka o kusali muru ne eva o ba ma ba ngwa janna sali muru ne no ni doka ona bi salati fajr on re asrin o tura na ga ona bi o dawama don jigen da ne porun da ko porun oba ni ere soi no nom o ini urena ka o re ne mere soi da do me ka wa share dete ere ta udo rola ono bi kai o ro ni imani imani o ruwa che ka ni porun asu men ka enwa ne yo ma nwura do kai ona na che ki bibia ni wa ro che ki imani o we si ka o re ta o wa ira do wa re ni soi ile ila do mo ti ni aye o wota da su bi ne ma o oka umuri asubana wataala agake oratona jaka o nyado duti nyewani oroma na eiba anyi agwa hiyo kuma ere ba nya huru heyo ore nyoje ana jaka isena juruka ora ashe de de tan dugula ono de kai uru nyama jo muri hin ine ewere ate gede ba uri oyi sho mu korome odo muri ana jaka umuri yo modan duwe de de riyo duwa jigire ono ni poru ini kai waiba jisi wuri soi ana eka umuri yo ni haram duwa nana me dumu ya subhanahu wa ta'ala da shi nube eka ono ojuli hii e kuno dele mani dumu ri ti nyo do me ti ya na ya kai e nibi si kambu ili se pesu te mi emiri beteni ane sana he eta hoida oro beta hoida oro nyele soida gara na ya kai e nine shama dumu ri pe mwemiru Muya subhanahu wa ta'ala akan jurin adam tu muri sallallahu alaihi wasallam kai oi karon tu muri ka moda ya ni yeo keni ne e ku sala de ni sin kamare no tira so sala ma yoku muri ka ye ru si ai ti kenye ni e ya bana ma si ke ru sama he e le to ida ba na ga ka ene e je ma do muri ora ye ni sana ru ka e le to da e ta ho ga o do da ono de kai wa kana gole a bana na de ban ban a bana ga ile ban ban ya be du ru de yo abu kumu ya subhanahu wa ta'ala o ka ka a de kai wa kana gole ile ban ban ya ne ana yu ru hu na ni umuri ka de hala kana gole ni a ko ya o ni de so ni tu sai a hana ga ka a hu ban ya be ala ba de janna ore isana be ru ka ore ore la te he wa mo ne ono bo re te te so ya ono ni oi pemura urana yaka untu muri sallallahu alaihi wasallam o tutete duwa sa si onze en muhajirin arana gaga abuwa ikenen de ni paru ben no de mo maka nana mu medina ge ani atane anso urana ni re arana gaga enere de mu de de wo oga ana meka islam no o mali ka be mu no mane de mero wona ki no mu atana na sa si oira ne mo no ko na di kiyamu Afrika umuri ya subhanahu wa ta'ala akake pada jara aranyi ine muntu muri sallallahu alaihi wasallam o ile hama yobna yaka a tule yi akuya tule yi ina gero muri ataku yodere ma da ma ta mu muri yo muri ona wake kanika ini arna yaka enera da bi ina ni baba pani ini muhajirin arna yaka enne mi hijira u makka nana mu medina atansor ananda wo roga atanna ga kai enne sa sawa da muri oyidaman muri e bina e rowa de ne nya e muri ni muri o tinye ti te rowa ale janna ile ni nya na ga akata ga tan e ni o ku ga bi ne ma ne suru ga ni de ne ba e na ko ro ti na tu de e be mo me ha na na ga e ga ido do ba na re ta ke ne
Nous avons mis nos yeux. Voilà, on a le janna. Et j'ai mis la main à 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 la main Ini so ini dah dan water. Adakah umpan ni? Adakah personal itu cora? Orang orang asal macam cora. Dua mewah ni. Wahai mana tu dia dia oh mereka ini. Wah sih ada je. Elok tu hau dua dua. Juntuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah kan ika. Buku muri yang na. Orang buku muri na mereka ini. Ah buku muri yang na bo. Eh hau muri. Eh ungkap tu lah ni. Apa wani? Juntuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang na yang mau aju. Orang yang kata orang mihijira, orang mana mihijira kan? Kan aku di sana, biasanya aku muli orang haram. Kalau anak mihijira nak buka orang mau mana? Do kan ini semua, orang mana haram, mana muli dah haram. Do pokok mana? Kalau ini ni, ini mihijira ni wujud. Orang yang kata dia orang mana? Kaji hari ini, saya umur ini umur abad. Untuk muli Sallallahu Alaihi Wasallam, kata yang mahi anak mereka. Yang mahi orang yang kata nabi anak mereka. Aku bika aku dah lama melihat, ini isanya buoi orang muri ini. Bawa mana mereka yang dimulia Subhanahu Wa Taala dah don. Yang mahi orang muda ini, anak aku dah cek nama dia orang ni. Okey, ini dia nak kata, orang saya buat apa lagi? Orang muri musa orang ni kaya, orang saya suka ni disuai, ada. Orang mau kaji ni ini dia ada, orang mau kaji ni ini dia juga. Atau ini jauh isanya ini unanda. Osama nani umuri uyan awal akan berlaku. Umuri asal jalan naik ke ini mana ya? Ini orang ni popular di akhir. Di aku lebih menuju. Orang ini sama berbuka. Orang zatnya dia tahu lah udah. Orang ini soi orang ini ibirat cerai kita soi uno umuri ini. Abu umuri ben ben dua macam cerai kawan lah. Dua kali dua kali nak boleh dua dah sudah kaji dua juga. Orang ini sama mereka wah share kita dua share kita tu position guru. Abuika umuria Subhanahu Wa Taala, ataki abuika na kaka ni ubeni ine rano atado inewele atine gede umuika anyewa utushana kai ujo mohi Allah Subhanahu Wa Taala oyani eiva nyama hii umuika mwana demu eneleva kinyobi ike na shirikite kaka oini budi ana kaka orang nyaya na ana ura jibi ini Islam monon oka o Orang lari, orang lari negeri. Ini kan wani elite anak yang kaya urut. Anak kunjung muli Sallallahu Alaihi Wasallam kan orang lain mahu ira. Mana yang wani ini kaya asalnya ni burung soi undi. Orang orang ini urutan mereka elah orang urut. Orang ni orang ini kena kuli sana ini bidia. Dua show kena kuli yang mana sana ini edame. Ini orang leh sejuna yang guna duci mawar tolong aku lewan. Orang mana kena kuli ya? Oka orang Islam mereka wah share juga, ini tengah ubur ubur dah. Oka aku tu sama he, ezama. Orang ibu ada ni, ina tu nyonya ada, oka orang dem. Eh tu nyonya ibu ada, apa sih? Ina nyonya ada oka orang dem mana mana. Oka tu sama mereka eh tu, ayam mana mana tu mana dia tu buku. Aduh ni orang tu mana garan? Dia mereka eh, weh buku yang nama jadi, das nama jadi. Orang mana ibu dia, tu bayi ibu dia kor, orang kere asal asal mawi. Bibi orang ini, esok orang semua jawab. Okey, dalam mereka nanti Islam orang tu tak aku mana pun, asal mereka nanti ubu wenya, orang mereka tu tak mahu, tu tak mahu, boleh orang dia pun wenya nanti. Ani orang dia pun dah ikut orang macam mana, orang anak mereka ada pun bibi ini, mula dok kaya pun lah. Okey, mula Subhanahu Wa Taala kata, wacana kata, oh sah sumuri orang tuan. Ene barana na kakai umuri ora memoro iwan ina nebi ni atana na kai na ene boi da ida ati eni shuhada ana kai ene zuzuturo umuri atana kuma kumi da barana kai ene bi ana kuma kumi ana ka ene e boi onto umuri Sallallahu Alaihi Wasallam oka anene na ana kai amani na ida iwan eni bana bana si e a suwa nule ni sana e a bibi ya dendem anywhere na ido. Ondo muri ondo chuo muri sewa oh wa so ondo ready the bidia oh ineka isana neka wa shenga tete do that's how do that
Donc il aurait une salle pour le cas. On aura été étant dans le monde, on a besoin de voir ma douleur. Nous voir par niveau monique, monique dans le coco. Ma chère édite, n'avons à écarter sous condition de bord. Mes chers édite, très bien. On a fait que monique, on a fait des yaourts. Oh, bagay, ouais, éminent, quand bar tu vois une monique, à ouvrir un air car elle n'est pas une monique. D'ailleurs, on a son carton. Mais vous savez, on a un coup monique, monique, Eva, ouais, une, elle est déjà à Nama, des minimes. Donc, on a dit que nous avons 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 dit and I'm not going to be here. Okay, we're going to be here. 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 On a dit que c'était un peu de temps. Amen. Et si on a dit que c'était un peu de temps, on a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que c'était un peu de temps. On a dit que Aboi disana ni etamu divi, oka mkatopani oveni, dobi elama ana eka odemu, dobi egala na eka e, kumuni sanya mo kwa kumu, dobi divi yana eka e kwa malumu lente, meno hembere yangu kuna, oka ona eka abu kumokuwe ana esala, asole, alene ni elimana injengwa hi, inika e ama na mo, ena meta huu nehoni etahani ududa, amu yana eka e o rata pata ki. Oka o ini soni muhari ka janahi amamahi abi mal oki onoju sohajana ka enne nini ewe wureta oka beni bana nyemwe ka ama na ena shede te azeni munafik azeni munafik gene den de na shede te na oka ile shudi yo de ona oka ona de kai sufiana sauri bo menyo kata yangu ni sonari anwahi ini kai asata bijan kala ro divi ati oyela share de dai kai fresu u divi on share de dai nanen o kai bo menu kata wa ini kai o mani se de pata bijan nyen kwahi de nyen kwahi kai ama na asatu menu wono nemu ini ya nai kai o na share de te so ti ya sawu ibira na wono doka are kai ni pere sala benyi aloku nu kwa nai kai ene farahu oka agwele ebiri agana gaka abukumukumya bende aye nyimene dubi orete henne de ya ka kai ne mama aba ne ha mete ya de ya wona ne kenne ma de te amna gaka enne gurumburi ka aye nyimene duke ka orete henne de ya ka kai ama na ba afoje noto ene to dubi doka ona de kai mali ki gundi na mi ra go nyaye mba o kwete kusala ene na ho da ka ni kai o umuri ya mu mara ye wala boy arna ga kai aba se tina le janna dura re boy arna ga kai aba se tina ran eno mi mali ku funa tina re nan do mana hura ine do mana ka ale ne ala ka ene nyi bu go na nyuri ha ma aku de nyuma na so ya ine ono mu na go go ti dire na no ne ye le re ko se ni toka atona ka o meje Oh, majer orang orang ini soi lah. Ini aku yang dia mah. Doka orang orang kan. Oh, majer ni kan. Oh, jadi ni kan. Ah, ini Yesu. Oh, ini oh nak oh je. Ina lah kan. Ini ada ni kan. Ah, so where to check? Dia diving ni. Oh, ini zaman. Ada yang kan. Ah, zaman. Oh, korono. Wah, ni je lu Yesu ya. Okolo mo na uva anyu uva ngapa taki ini kai ama na wo ashi ya tete ai kai e tete wo na du oyu do bi
aku betul banyak muda lah mula renen. Kuai nana kita nak doa majeri. Kau asyik tu tak terasa oila. Oka ara di ni nu epa. Nana ya kai, ni masih ada je. Dia kah kai, dah kita waktu leh ni lebih kai. Nyas ni ni, eh ni le soi dah nak kai. Eh le soi ni, eh ni le soi ni nyabi, ni le ni le soi ni kenung. Dia mana kai, buru nu nu ni. Amala ni di ni epa nana ya kai. Eh je dia elok nak kai. Ah asyik ada je. Omaki, omami, zikrullah. Jadi jangan dorang we zikrullah amen. Dah ilah ilah ilallah. Kalau tu mohon istighfar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tu kan, ini hari ni mana orang kaya ni orang ilah ilah ilallah. Orang Allah mana jannah. Okay, ada ni mana jadi jangan apa ini ada guru kan? Eh, asyik ada dah kaya. Quran, eh akan. Muna itu buat yang Muslim ni. Muslim ya main. Amara ni dimana ni pernah kira ni ah siapa ni dia dia kaya dia ini masalah dia ini question jadi ni Islam dia itu yang dia ini answer dia kara ini dia pernah hati kira lagi dia ini siapa dia ini siapa dia ni esok ni dia alam mana semua kaya orang orang siapa dia resolusi dia apa ini mungkin ni orang kaya kaya mana mungkin dia mampu dia kaya orang apa orang kaya ni aku kara om Yesu dokai musuh ni asuh yang mana ni kai arah si nubi arah si inu ini alejan nama inu mohon dokai gua bagi evolution muli doa ini mana nak kai oh negeri dua bulu tu nanti ujar enem aku dah nyawa hau kerja berdua dia asuh nasi si ujar mana nak kai enera haraka mana nak kai arah mana je Allah ya kai, Allah mele suwa Allah leta iwa kai. Udivi ay Allah nete tun. Mirado hemre unan. Oka Abdullah ibn Abdulazim ibn Abu Rawad. Oka ono je udio no nyana Yesu. Ana ando ay kai oka la ilaha illallah. Ya ga ama ay ga oka la ilaha illallah ay banya muka. Dadi bomuka bomuka maru do muri. Lele onde, ele banyak muka. Maka tolong dikau memaniya. Jodoh Yesus di loka, jodoh usia ini pula yang dikai. Semua jodoh moni dia banyak muka lah ilah ilah Allah. Dia kai ubun coklat yang warni. Loka, ada kai orang sana kai Yesus coklat ilah 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 Allah. Jodoh ni kai lebih eh, waktu ni orang jalan. Semua. Orang memandai ka, tapi lahir lahir orang loka. Eh, untuk ni orang yang saya dah awi ka orang orang kumpul ini berani. So, mungkin aku boleh sana aku kurus di orang aku nani. So, mana dah loka orang masuk kuli. Ah, dia mesti nak work yang aku nani. Ah, ka aku emun, emun yang nani orang orang aku itu. So, anak aku dia mesti lah subhanahu wa taala. Oka, oh ini uzi. Orang lazi, orang mek, orang buka, orang ni itu diri. Dah ke wajah di tempat itu muda tu. Udah ni ia bahaya, Eropa tak. Apa ini kaya warna apa tu? Solat babu ayuk. Ati orang yang kuat bukan ahli, ini, anak pemudi orang haram. Atau orang yang baru solat di Juma, di web Juma. Eh, banyak usus musyara ini. Orang syariah dia mungkin kaya banyak orang kasih kuat. Dah kamu yang tu jalan di web solat di Juma. Okey, insan mereka nabi orang Malaysia ini. Walaupun berjamaah, atau ini nabi salah jamaah, dua nabi salah jamaah, dua sih dia orang Malaysia. Kau kena apa salah ini? Oh, insan mereka orang Malaysia ini. Okey, kalau di sana ni aku ini, jauh dari ceramu, dua mereka, oh mereka di sana ni polis. Orang lain yang mesti jauh hehe, ini mana? Okey, dua mereka orang jauh kapi di sana ada, ya asyik ada je. Dulu kaya, wajib juga ini orang itu mungkin nak. Anjir jangan orang 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 yang pergi ini mana ni? Inu mana yang kaya? Oh, kau ni. Inu mana yang kaya? Ozidari. Orang orang yang lebih elok boleh sana. Jom kita orang cari rezeki uji. Orang orang ini nak. Isteri anda muda, orang asal dari mana kaya? Kita mungkin jalan. Orang ini dia, orang ini ada yang sana kaya. Umur ini. Orang tu mula ni, bahasa orang ni ada kaya, aman ni mem. Okey, bila ini dunia ini, terus orang ni kaya, amen. Dalam dunia ni, kita nak ekonomi. Dalam sana kaya, oh bani bukan kere, unik ini bani bani. Oh ini hadis ini, orang tu mula ni, sallallahu alaihi wasallam,
kokake ara dona ara bani ne ma ini um kada se la bona non u ne faul amase ana e kai ona ba no nin e ku yo mal kiyaman o tu ko sura la roke ara ma re do wani do ni e wa do ni e aya ne e bo ne wa o kida du di male ka do wa ijo ha o tu ko sura la do sura a ka ka se me da ra ne ni da ka o tu ko ri kai we ye ise ne ni ma na da ne o ba le ma lai kai wa ra che ni de Donjumuri sallallahu alaihi wasallam don ne ka kana ko de ni kana ko de ni ni so ba ga ka na wa ra ko ra ba ra o ba de ma ni ni o ra ni isala mi ru ka ele to la o di bi o ba de o yi ma na re ni o yi me ne me ka na a ti o yi le mi o ka ji ne ka na ini ira nya o yi do wa yo a bi kini le o pe ni a bi kini o ja cho la ana i personality oga ati oire me won are da huri oru na ai bai ni shiri ko me no mori ama da mu ya subhana wa taala ona ai ba moi ha ere ne ana ai kai enya na me won ire o ini rodi ona na ani ere ja ka ere ta la o dubi ani ona de ka oro tem oro se mu na ni ini oi masu le kai wa moi roi da den du wen mi so a pani o ko moi ni ati oye na wa kita duwa na duwa wa ba badura duwa na lishi ya mu 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 ya subhanahu wa ta'ala ona do munya kanika awe ni muda bibi ni na no ati muda bibi ni ne e pa e ni be yamu de ya ko da e mu kai a mu bibi de ye ye mu so na o zo yo ni de ne ka we ni ne kai e ni no tulu mu ni e ni ne ya mu ni mu ni ni ja e ni oye ni ozi ona da re ana meka ora ashe de 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 tan do gidi ona ri ori pe mure ona ni aji bu ni ona ni aksa abi la se mehe mo ori do pe mure do kuti e do a do na an we de de ga la ga ma do na ona de wo wa ga yo do meka e wa na ba de de ni lo ga ini e ra ku de ma do sha do gidi o ri se ona ni bu ni o ri se na wa ka wa ni e ku de ma ona do mu ya ka ni ka e a ru ya na ya ka e ni ene ni otra oye na na gero muri ene de ni e ni dai ini so e ho ma mu de jaira o ka ta na ka ai ai asiya ye ni mitu ba ni na ka na mu o ka ere ri mi ma na ka yi a ho ile ni o na bi ram ba mu so na ka yi ene so ba o ka ni mi o ile sa na ka e da dola o di bi o ma be o ko e na ni ini ka ye o na mi ki du o ile mi so ka je mu Barul haq wa qamtun nar dua dua pidana mahaka ta dua ji wa na kireira ina so kata mobi ati oyena ma amuku anu kona ga ido wa me ona ma amuku ya ndo na ka to de ba ona ma amuku do wa ji na lete atoy ni era ba ona sa tule atoy mi kango dua e dua ji wu ko mori ati oy mi ala ne oy mi to ni kala na ati oy ma na ne oy ni era ba anna ka o mori o si dan do mo ja ka ne ka e de ni ara ni na ka e o mori na ko ko a so mo ye nyem e ku ya na ka ka e o ba ho ra ko e de e o ba ku ya na ya ka e ko na ka e ba ma fa ni yo da u ku no da ni e da ma fa ni yo da u jo na ma e ba na ya ka o na na ga do mori ni ga uri a na ga ga o lu da a so mo ni ti ku ga o ini sa na ku ka o ro re e ho na e te tira su oila na so no le wa le yo na ke o nsa mi se ba ile kai o ri ti ni o ni o ni la o ya dan de ye na mo ta o mu no ma o we ka na do we me a ti o ri le du na nda o ri sa na ka ka ta mo la o di ni o no ka wa mu wa si ya o ri no ka te te ile ju we si ni ba se ni te da ke o ti ya no me o ka ti na ita o je sheria o ji te ri yo mo ni ni dumu ya subhanahu wa ta'ala do kanya ma yo murini e kwana ya ka ala ba woni ni do murini o ba bele mane de sio wo nyanya o kwana ya ka ora na kuma enyo na ya ka aba mere okay ya yo mu ya subhanahu wa ta'ala o mure kugo ona ma yamba na mu ya kuro ma yamba nyonya rai o mu na kugo ya se he tete do me ka ya se he tete de su position no goro an do me ka se he tete de su position no goro de kaneka o ro pe mo ro ni na ine du wa fita mari du wa je ko mo ya la subhanahu wa ta'ala
وأرنا الباطل باطلا ورزقنا الجنابة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم نراد إليه اللهم جعل آخر كلامنا لا إله إلا الله ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الخير والتقى والعفاف والغنى اللهم انصرنا على أعدائنا ولا تنصر أعدائنا علينا ما علمنا منهم وما لم نعلم اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واخرجنا من كيدهم يا عزيز يا كريم إنك على كل شيء قدير وأنت تفعل ما تشاء نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فصل على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقوم إلى صلاتك بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار أعذرنا وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسؤال ماذا وسؤال ما يزال يبرر نفسه علينا لماذا عقيدة أولا أي لماذا يجب على المسلمين وعلى الدعاء أن يهتموا بأمر العقيدة وأن يربوا المسلمين على عقيدة صحيحة أولا قبل أن ينشغلوا بأي أمر آخر قلنا في الجمعتين الماضيتين العقيدة أولا لأنها هي التي تربى الرجال وهي التي تثبت عند الصدمة الأولى ونقول في هذا اليوم العقيدة أولا لأنها هي التي تدفع العبد إلى الطاعة والأعمال الصالحات فالعقيدة هنا بمثابة المحرك الذي يحرك الإنسان إلى الأعمال الصالحة يوات الإسلام الإنسان هنا عمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واعتقد أن الله عز وجل خلقه في هذه الدنيا لعبادته واعتقد أنه من هذه الدنيا راحل إلى ربه واعتقد أنه واقف بين يدي ربه يوم القيامة واعتقد أن الله سائله عن كل قول واعتقد أن الوزن يوم القيامة عند ربك هو الحق واعتقد أن النار يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير واعتقد أن حسنات واحدة تكون سببا لسعادة العبد واعتقد أن سيئات واحدة تكون سببا في تقاء العبد يوم القيامة تفات هذه العقيدة إلى الأعمال الصالح في الليل والنهار ولذلك قال بعض الصالحين لو أخبرت أن قدا ساء ما استطعت أن أزيد على ما أن فيه شيئا دليل على أنه يتقدم إلى ربه بالأعمال الصالحات بكل ما يستطيع ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول بادر بالأعمال تنككاته الليل مظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بأرض من الدنيا قليل هذا حديث أخرجه إمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بادر بالأعمال الصالحة الفتن فها هي الفتن قد ظهرت وإننا لنسمع عن الناس يؤمنون في الصباح ويرتدون في المساء ويؤمنون في المساء ويرتدون في الصباح يبيع دينه بخمسة دنانير إخوة الإسلام العقيدة أولا لأنها ترفع إلى أعمال الصالح وبالمثال مداها البيان فتعالوا يا عباد الله لنرى العقيدة الصحيحة كيف تفعل في أصحابها أولا بالنسبة لصلاة المكتوبات انظروا إلى أحوال المسلمين مع الصلاة الآن لتعلموا أنه ضعف في العقيدة الله أمرنا في كتابه بالمحافظة على الصلاة فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ويقول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها بحديث متفق عليه هذا الكلام سمعه أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون الآن يسمعون هذا الكلام ولكن انظروا إلى عقيدة صحيحة ماذا تفعل بأصحابها يقول أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى قد مسلما أي من سره أن يموت على الإسلام ويبث يوم القيامة على الإسلام فليحافظ
كن يصلون ولا صلاة سنن الهدى وإنهن أي الصلوات الخمس في سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتحلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لدللتم ولقد رأيتنا وما يتحلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يوضى به يوضى بين الرجلين أي يسند بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا حديث هذا أثر رواه إمام مسلم إخوة الإسلام بدون تعلق انظروا إلى عقيدة التي جعلت هذا المريض يوضى به يوضى بين الرجلين حتى يقام في الصف وانظروا إلى المسلمين الآن ماذا يصنعون في الصلوات لتعلموا أنها العقيدة واستمعوا الآن إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه حيث يقول كان الرجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكان لا تقاطعه الصلاة أي لا تفوته الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في ظلمات وفي رمضاء قال ما يفرني أن منزلي إلى جانب إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد والرجوع إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه إمام مسلم إنها عقيدة والله يأتي إلى المسجد وهو يعتقد أن الله يلقاه بكل خطوة درجة في الجنة كلما قاد إلى المسجد أو راها عاد الله له في الجنة نزولا كلما قاد أو راها فأين نحن الآن يا عباد الله عقيدة صحيحة تدعو إلى الصلاة في المسجد عقيدة ضعيفة تضيع الصلاة أي صلي في البيت أصحاب العقيدة الفاسدة تراهم إذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا كسالى ولا يأتون إلى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وقال أيضا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لما يرون النار يصلون من أجل النار ولا يذكرون الله إلا قليلا ثانيا قيام الليل انظروا إلى عقيدة كيف تحرك أصحابها إلى الأعمال الصالحة يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا الصلاة وأقيموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخل الجنة بالصلاة أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أهلوا هذا الكلام عقيدة في قلوبهم فقاموا الليل ولم يناموا إلا قليلا يقول ربنا جل وعلا في وفهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم رغبة وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كيف يبيتون لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ماذا يريدون يقولون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما يخافون من الله ويريدون الجنه انظروا الى حال هؤلاء وانظروا الى احوالنا الان فهذا صهيب الرومي لا ينام من الليل الا قليلا يتقلب على فراشه كما يتقلب الاسبوع في المقلى تقول له زوجته يا صهيب اتق الله ونام قليلا فقد جعل الله ليل سكنا يقول لها نعم الليل سكن لكل الناس الا لصهيب تقول له ولما فيقول لها إن اذا تذكرت الجنه وما فيها من النعيم صار النوم شوقا لها ولا تذكرت النار وما فيها من العذاب الاليم صار قلبي هوفا منها فلا انام قال تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ثالثا بالنسبه للجهاد في سبيل الله الذين يتكلمون عن الجهاد كثيرون والذين يعتقدون الجهاد قليلون امه الاسلام ليس كل من تكلم عن الجهاد فهو يحب الجهاد وليس كل من تكلم عن الجهاد فهو يفهم معنى الجهاد فالذين باعوا انفسهم واموالهم لله هم اصحابوا العقيده الصحيحه قال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم والذي اشترى هو الله والذي باع هو المؤمن الصادق فالمؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لا يقاتلون في سبيلهم ولا يقاتلون في سبيل جماعة ولا يقاتلون حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا سموة إنما يقاتلون في سبيل الله لإلاء كلمة الله اسمعوا يا عباد الله أنباء الذين تربوا على عقيدة صحيحة كيف باعوا أنفسهم وأموالهم رعيتا في سبيل الله يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه باب عمي أنس بن نضير عن قتال المشركين يوم بدر وضرب بأذره فقال أنس بن نضير يا رسول الله جبت عن أول القتال فأتك فيه المشركين والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع عقيدة فلما كان يوم أحد وانقلب المسلمون قال أنس بن نضير اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابهم وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم إلى عدو يريد أن يأخذهم بسلاحه فاستقبله سعد بن معاذ فقال لسعد يا سعد إنها الجنة ورب النضير إني أجد ريحها من دون أول وبعد انتهى المعركة يقول أنس بن مالك وجدنا به بضعة وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بالسهم وقد قتل ومثلوا به المشركون ولم يعرفوا أحد منا إلا أوطه ببنانه يقول أنس كنا نرى أن هذه الآية نزلت به وفي أمثاله قال تعالى من المؤمنين رجال صدق مع عهد الله عليه فمنهم من قد نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنها عقيدة أولى إخوة الإسلام وهذا عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن أهجر في سبيل الله فأذن له المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوصى به بعد أصابه فلما كان القدوة هيبا وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم منها شيئا وقسم على جنوب أرسل نصيبها لهذا العربي فجاء عربي بنصيبه وقال يا رسول الله ليس لأجل هذا تبعتك ما تبعتك أريد مالا ولا هطام الدنيا إنما تبعتك يا رسول الله على أن أرمي بسهمها هنا وأشر إلى هلكه فأموت فأدخل الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقه فلبس قليلا ثم ذهبوا للقتال أدون فما هي إلا اللحظات وجاء بهذا العربي مهمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم حيث أشر فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهو قالوا نعم يا رسول الله قال صدق الله فصدقه فكفنه صلى الله عليه وسلم بجوبته وقبله وصلى عليه وقال صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيله فقتل شهيدا يقول صلى الله عليه وآله وسلم وأنا شهيد على ذلك هذا حديث في صحيح ترغيب والترهيب لإمام المنذري إنها عقيدة والله قال تعالى ومن يهجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة ومن يهرج من بيته مهجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وهذا حنظلة يا عباد الله تعرفونه يا أمة الإسلام قصير الملائكة كان عروسا ليلة يوم أول فصلى الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته ونام مع عروسه ونودي للجهاد في سبيل الله فهرج من بيته بسيفه للجهاد وهو جنب فقاتل وقتل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسبه ملائكة بين السماء والأرض فقال لأصحابه اسألوا أهله ما شأنه قال كان جنبا فلما سمع نداء للجهاد خرج وهو جنب ورأى أنه لو تأهر حتى يتصل من الجنب لعاد ذلك تهرب عن الجهاد يقول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك قطعته الملائكة الأكيدة أولا لو كانوا يعلمون لا يزجر حتى يتصل من الجنب
تمرات وهذا رجل آخر يوم أحد يأكل تمرات بيده يقول يا رسول الله أرأيت أن قتلت أين أنا؟ قال في الجنة فألقى تمرات ودخل في المعركة ومات في سبيل الله لم يصبر حتى يأكل تمرات. هذا حديث أخرجه الإمام مسلم إنها عقيدة والله. الذين يقولون الربا لا يجاهدون في سبيل الله. الذين ينظرون إلى الفيديون لا يجاهدون في سبيل الله. الذين خرج نساؤهم متبرجات لا يجاهدون في سبيل الله. هل أتاكم نبأ ثلاثة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقراء وقالوا يا رسول الله أهلنا أي جهلنا للجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه فوالله وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجد ما يفكون. إنها عقيدة أولا لأنها تدفع إلى أعمال صالحة ولا على الذين إذا ما أعطوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجد ما يفكون. إذا نظرنا إلى أمة الإسلام الآن وجدناها متناقبة طريق الأعمال الصالحة وذلك يدل على ضعف العقيدة. فيجب على الدعاء ويجب على كل مسلم أن يهتم بالعقيدة أولا قبل أن يضيع الأوقات والظهور فيما لا ثمرة فيه. العقيدة تدفع إلى أعمال الصالحة والأعمال الصالحة سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى مبينا أن الأعمال الصالحة سبب لحياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنهينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الأعمال الصالحة حياة طيبة أعمال سيئة حياة كلها نكدة ودنك فالذي يعيش في النكدة ودنك لا يلومن إلا نفسه. الأعمال الصالحة سبب الفوز بالجنة. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون النقيرة. الأعمال الصالحة سبب لتمكين في الأرض. الذين يريدون دولة الإسلام الذين يريدون عزة وسيادة نقول لهم دولة مسلمة بعمل صالح وعقيدة صحيحة. أما قيام دولة مسلمة على آكل الربا وعلى نساء متبرجات وعلى قوم لا يعطون الصلاة بل يحفظون على أقدام المفسدين وتراهم في السينما والدور اللهوي أكثر من المساجد هذا من المقال. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضوا لهم وليبادلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم المفسدون. وأنت يا عباد الله في دار الأمر وقعد الإثار والموت يأتي فتة فسارعوا إلى الأعمال الصالحات فقد يصلي أحدنا اليوم والجمعة القادمة يكون ذات سر. فلسارعوا تصير إلى الأجال في كل لحظة وآيامنا تطوي وهن مراهل ولم أرى مثل الموت حقا فأنه إذا ما تهوتته الأمان باطل تراحل من الدنيا بزاد من التقى فأمرك آيام وهن قلائل. أسأل الله أن يتوفنا وإياكم على الإسلام ويلحقنا بالصالحين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya kumbuya anaika omeka yarege ini jumate ajin daika usile anaika aivi tui anawaka hewa yusi anawe seme daika akida anawito uyo mwuris muna watahala dolo dowe ya etetele seme daika anawipaka seme daika kutuli
Oko mori ene atena ka e ayala nuno mori ono. Dai ka ire akida. Awara ka e kitema kitima. Same dai ka ire akida no ono awara ka si popo mori ene. Ko de de wa ko li ke mwa le lo sa. Le sa nya ni ono sono a ko ko ibe. Same dai ka ire akida. Ono awara ka amani da go da la nya nya nya. Ini juma ta bana ka afara ko. Ya kareka akido papa seme aboka ona ba se poda dada katare ona meka oru hebete ijire ona nu kure ya bara kene dana reka ani enkata ani ehama ana ma kure ya akido no aba meka onyam tenje atare ona dela ka ina jenka akido papa seme aboka na sana ka a pore ho na onone oye mu ko oye sa so mo sana wataara atoye mukora okora mai ka okora zaza akida ani akare na orbo ya sana engine awo engine moto me ya ana ba ona for one ona for yo wo kai ori yo na mukora na mo mo na wa tara o se ka me okora ila na kai ala me ala o se na ka o lo da ma he ona ni misi ni ha na na mi ko mori awere oda enu mo na ka o ba ka ona da wo mo ri mo na wa taala ona wa dare jani dare da ka dinu ni la a ki la ona be adini ana ka ona me da ka ani muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ya na ka ba ko ni dare ta na ko mo na wa taala oh tone tene hon on and I can send them to go on on our agreed on our gomori on jalla jalalu dale nya tene I kai awere hon on e ho be na kai bora hure hi na nagero moris bana wata ala dale so tene I kai oni me be ina hon on an oni ba je o jo moris bana wata ala e ko ya ma ya ma ana ka ala ho fira inu kona na ka o ba me o me ina hon on dara nya tinai ka omo nona wata ala aba hon se ene abere anai ka onoka yani aba hon se ka wa man ka ha wa man ka ha wa man ka ni monon sabe dara nya tinai ka an sana he mo anai ka aba se kokorara ido mo nona wata ala olu gona wa se kokorara ana mo nona wata ala ana ku mama masakula mawadhinu wa huwa fi aishatin radiya ora torona no ana ne kai urugan ingan orata orono oni ehe amai ka e hai hinu abe ama wa mama no hobat ma wadino orono amai ka ingan o herwo wae ko dana ri ka kuya ma kiyama baba ma wadino o koran yani ingan o here fo umu hawia onyan o wawe era amai hawia baba ma droka ma hia wae so ni narun hamia ono vera na ka bo da ga ga da yora dara nya tinai ka eku ya malkiyama ira go ebani anya go anai ka ira go non ira go andal janna obi numu ndo ma etina danya go anai ka ira go non emere ba ya de ra ro abi obi numu ndo ha hona danya tinai ka awere any oiza anai ka awor ka uru te u ka oizi konya ala mi sa bi anai ka e orona ba anya so oiza eku ya malkiyama dale nyote na ka enyo di bena ro kodere kai je mai mo so na ku kai o di bi ko nyo na ona nwa ki mu ko di ya o ra ta ku ye ma ki ama do bi sa bi na ka ile to di bi wa be ne kwa na ka aba mi di lo ya a be o so no ma na ni asakida a bo so no ma so to na ai dai kai ona bi sa na to o ino o e mu ko ro yo la bi le le wa no ha ino ra ho wa to do ya no o ha ra ho ki to na mu ko ro la o ha do o ino do is ko na mu ko ro la aba ipa ini aro kungokumi anaika enere era para ho oko oda kale ya shenube kae owa awe ko adire ma ona okunyo kwata oida tenu korona na me isenye ni yani ona oje anya na ibaye beri je ri ya aka wa kae a che te uma ba ko he yun korona me uma ba ba besara ka uma ba ba ko sara uma ba ba ya mu leni eh arwono ka hada ka ko ka
Asabi otu mori sa ara ala salam yere okomori enawa okomori
bora na e mara wa yere isa na ka o me no wa ya ka ne fani me ne hai yere akida na ka o jetele akida na ka akida lo lo we so me ne ha na ka e yo ani o nya na sabe radi Allah anhu wa da ono bi Abdullah ibn Mas'ud o ko no e bi ne o no ya ono na jono mo na wa taala eno ho da ko ko muri ona e I own a side on a soon on Missua and Taka, and a fish lamb on the shed, and a moon and a dog, or my. Akuya Makiyama, Ava Hara Quetta, go with the Sulu Islam, Ava Hara Quetta, with Lama Hara Quetta. Abdullah ibn Mas'ud, Okorono, Osiris Salem, Ahana, I am here. Yan in the Malasi. Same, I will come on our Ara, eh, Jeria, and Nibia on it. Sunna anaika sunan non sunna na woro da juzabe sunna anaika orosa sa sunna na shoda ahob de Abdullah ibn Mas'ud dok oy man ko sala na yani talo pe he e ni sunna naika sunno e woro juzabe ay nan da ka wa ka ay anaika wo yana ko sala uni ine hi asman ka adene anaika enne jinya e ma ko sala ine hi we are not now or then sunni and nabi on anaika sunna na anya on ko wa opodi and why are nabi sunna nabi on la dolantu we are re kuni ne sai ma go ka wa nabi sunna di bidia be nanya ono dole ka abu bakr radhiyallahu anhu akillatu tarikan shay'an ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu illa fa'alahu mele ba nabi sanya ni anaika mere ko to mori sallallahu alaihi wasallam o me aka me me sama in ya hofu in tarabtu an azigo be yama ka mana na wa ai na wa na mi na ba wa o ba mi ka mi je surele ona me ile nyo ye wa aku ki nyo nyo ye hu ona da billah ibn mas'ud radiyallahu anhu ta ku wa ya na li sunna nabi ya ne la do la tum o ya la burele abdullah ibn mas'ud wa ka me le le e nya na ka a je ha ini sale ya mo e ko e ona ka munabi ka le munafin chan daya ka e orona munabi ka ara ni jono ana ka e abi salo no da ka basha ka ha shon ago ka e wono ne ya o no da so wa je ini sahu ini ma lasi ani asaro ma mu ni ma do ben ya ni ma ha no ya ni ko mori ya asimi taliki ni akido ina hadith no yele isana kida me ne mo ene ana ka e o me ka azene mo aja de ya bi no ma lasi ina kan go jo no raiba aya na 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 ya nyango de ye na ya ngamaka ama e ye sai e ne dire nu e sala e ne e jama ko lo de 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 je ni sai ama bi aka ne yo ko mo ya na ka o ye tai na je sai ya me ni sala na 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 wo no ha ku zo wa o ko mo ya ya ko mo ya na ka e a he sala du le kai e ne ya me ya e me du le kai e ne e ko le kai sala non e na so wa ene so be no mala ka awor kana ti so be wallahi ono me sa wo me no mawo akida to sahiha tama ni me de mre wo ko nya ngote akida to fasida so sono be akida na ka o mun en wen ono to mori so ala salam ono ra se pawa ana aisha radhiyallahu anha ana ke lo anna awwal man nazala min alquran la tashrabu alham taqala an-nas la tashrabu alham aya le ke ay baba na ka ye cheteno quran ale ka ala ni le wete ale ni ana ka ka ye na mu na wete ebu aya le ke ay baba na ke cheteno quran ona bila tanu asura sa ka ala ni ka ka ale ni ana ka ka sana hizi na ye na mu na wa ama ay baba ke soro sura yani ana ni oita mai airport le ma oita mai aljanna oita mai ra oita mai mu na wa taala hatta sabata fuadana bora dale le hebete ale mo no dodo ba ba sono be isana ka akida o me ne he ne ana ka o ya la ka kido no ono me de hemre o a ka re sala dure ka a he sala do ra ya so o kwete o ba ka i ona na sala no then e won aba yo da dure ka a o me ta wa a ma sa be ro jallahu anhu wa arda de dure ka i ba se nge wa da me e is kana en ni mo lasi e is kana ko sala no de ne ko ti ni jama sababu oni ka ya buruburu yeteni akida yeteni akare do mo na wa taala abolda ya ya me ya
لمثل هذا فليعمل المؤمنون أمويلي من أيك أمم أمونا على جوكا أرنا كنا مقرنا لنا جنة أمولي من أيك أمم بيعود إلى أبي أنا بديك رضي الله عنه إن منا ذكر أن ينور إن أنا أنصار أنا يا أرنا أيك إلي هي الملاشة إلي هي الأول ذي الملاشة هنا أندون إلي هي المانين ذي إسلا أما جاها أيكو إلي هي الأول أنا ما دي ما أنا أنا ميري هذا alai mai kapna e ha kuiche al bale ma dure ogwe dan male sonu me ku jama na ogwe ya bila dan era me e join male sida mana na nene ora je do ya ogwe ai ko ma zo gwe ana ko net ana ka e talent e next ma ama ala ko na na ya ogwe ni me na lo ka e ba ro ko munu boro lo asa pa ro ko na fara e lo lo ka pa no na handa da bari ni nota ومن اولينا وما تقول هذا الذكر ابي بن كعب رضي الله عنه وارضى اوكي اوتنانون اونيلي هانو دين مالاسي اما سلام جوها الى منتو مولي صلى الله عليه وسلم ذاك هيا اكون كايا كاي واي ار هي كاي كاتا تو اتورا اتو ماري هولي ابي كاي يتو مورا ان تا يرا قوا تو اتورا دي اصحابنا رضي الله عنه وارضى وكوني نيم ارمي ارمي Adaka program na tie hidala nye program ebe to jina da doctor da kine then money is the program my need I say my abayole ha na bara yele ha me bara ayo go dai ko ni ko ju oko ona ro ro ayo na ko ye ke na ka ona ka nya mora awon ayo go do we no ayo ka wona ni mas na wala ni program da ka mas na man al san na mule na wa saki de goro go ona wa me ka e hore won asabiran aka donesi onto mori sallallahu alaihi wasallam doka ayo ko jamaa god le takib wa tawki onzi ko ile ko mori sona wa taala o wora ko aba no kae wa ayo ni malasi e wora ila wa ba ni ni e wora ila a ayo ni malasi ari da mamu ni mara a ayo ni malasi donya tuna kae on me mana ba a ba ko ko nyono ni ho asi ya ne hele na janna abu mo no se harana nan malasi abu mo no se na oruwa nan malasi o e ka anu mo no na wata ala o e na toiba ana ma se chara la ani den ri ya bura e o lo mori den ga ya ya ku ere to mori so ala ala sala o mi na medina abu no ma bada o bi abu no ma bada bi e ba ba na ka o ni man bi na o ma se na ko di malasi ha na hanu e ori ya yure no ka e ka to ka dia heta dia bi mon da fitwa all right the little guy it is a secondary issue and